فرنسية إن شاء الله أولى إعدادي. كنا شفنا من قبل موسى إلى سوغسيير دي شاطو نواغيك وكنا تكلمنا على ديك الحكاية ديال موسى داك لوبيرجيك اللي كان مشى للمدينة ولقى الناس بأنهم يعني أون لير تريست ياك عندهم واحد الجو حزين ياك وملي سول لقى بأن الأميرة قد اختطفت وهكذا أخذ المبادرة وبدأ البحث. وكنا وصلنا القضية ديال داك لو مونستر خلي يخرج لوك ياك وكيفاش أن موسى استطاع القضية عليه ويفك القيد ديال الأميرة ويعود بها إلى المدينة ياك ويتلقوا الناس بالهتافات إلى آخره ويستقبلوا الملك ياك ويعملوا المفاجأة. المهم هذه قصة خيالية بحال الكثير من القصص اللي تتحكى سواء بالفرنسية بالعربية أو بلغات أخرى ياك أنها تقريبا تتكون يعني تتكلم على شي حاجة اللي في الزمن الغابر ياك باش تعطيها واحد القيمة. فهمتي أن الناس تيبقاو مشوقين ليها فهمتي ولا خاصة تتكون واحد القصة معقدة وفيها بزاف ديال الملاحم إلى آخره يعني أنها تتجذب الانتباه وتتجذب ياك وتتخلي الإنسان يكون عنده واحد الشوق باش يتابعها ياك. بعض الحال تتبقى خصائص ديال اللغة تدخل في هاد الحكاية فهمتي يعني كل لغة وتتكون عندها أساليب وعندها واحد العبارات تستعمل مثلا في هاد الحالة اللي تنتكلموا عليها ياك وفي حالات أخرى يعني حالات أخرى ديال سواء الحكايات سواء مثلا تتكلم على نص يعني سياسي أو تتكلم على نص تقني أو تتكلم على مثلا مواضيع مختلفة فهمتي سواء يعني تتبقى المواضيع المختلفة على حسب التوجهات ديالها إلا وتتكون أساليب معينة تعتمد في الكتابة. فمثلا إذا خذينا مثلا هاد الكتابة ديال هاد الحكايات الخيالية أو الأسطورية ياك إذا تتعتمد واحد الطريقة في السرد واحد الطريقة في البناء ياك. فمثلا كما شفنا قبل من فلوكونت غادي نستنجو من خلال النص الآتي لو كونت ميرفيو يعني هاد القصة الخيالية ميرفيو هي مدهش أو عجيب إلى آخره ياك شي حاجة اللي تخرج على الواقع. إذن هاد لو كونت ميرفيو تتلاحظ أنا بعد أن لو كونت راه ماشي حكاية ماشي مؤنثة حكاية عندنا حنا كلمة مؤنثة بينما بالفرنسية لو كونت يعني مذكر هاد الكلمة مذكرة ياك. إذن لو كونت ميرفيو إي تان غيسي سامبل هي واحد القصة بسيطة فهمتي حكاية بسيطة يعني أن الإنسان تيحكي لك واحد القصة بسرد عادي فهمتي سي بيريبيتي سو ديغول دون دي كونتخي أو دي بيي لوانتان. إذن سي بيريبيتي شنو هما لي بيريبيتي بيريبيتي سي بيريبيتي هما واحد الطريق واحد الانقلاب في واحد القصه فهمتي يعني تيوقع واحد الانقلاب. شنو هو الانقلاب يعني واحد التغير تتكون مثلا الحكايه او القصه او السرد غادي بواحد النسق معين بواحد البناء معين فواحد النهج معين فاذا بواحد الطريق يقع وتيخلي ديك القصة تقلب في واحد اتجاه آخر وذلك نشفنا قبل ياك. إذن بغيبيتي هو لشانجمون سيبي يعني يحدث له شانجمون يعني تغير سيبي يعني توقع له دون لا سيتياسيون دان ايغو دان ايغو يعني لواحد البطل. إذن ستان شانجمون سيبي دون لا سيتياسيون دي ايغو دان رومون هاد الشانجمون هاد التغير تيحدث لواحد البطل ديال واحد القصة واحد الباطل تتكون تتبعو غادي مزيان ياك توقع له واحد الشونجمون مفاجئ فهمتي تغير داك المنحى ديال القصه ودرك نشفنا قبل. او مثلا بصفه عامه هاد بيريبيتي تيمكن لينا نطلقوها عاوتاني على الظروف اللي تقدر توقع على واحد الحدث معين فهمتي وتتغير في الاتجاه ديالو وتجعل فيه واحد التغير
فهمتي واحد الشونجمون فهمتي ولا يعني تيكون مثلا القصه غاده وتيجي واحد واحد الجو تيجي واحد الحال معين فهمتي تجي واحد الظروف معينه ملي تجي ديك الظروف معينه وقعت تتواجه ديك القصه وتتخليها تغير لا علاش تغيرت لان هذيك الظروف ادات بها التغيير فهمت ولا اذا سي بيريبيتي سو ديغول دون دي كونتري يعني هاد التغيرات ديال هاد القصه اللي هي وصفنا بانها اسطوريه ياك سو ديغول سي الفيرب سو ديغولي يعني انها تقع تطرا سو ديغولي يعني انها تحدث فهمتي دون لي كونتري دون لي كو دي كونتري لي كونتري هما الارض فهمتي هي هو القطر ديال الارض واحد المنطقه معينه تنسميوها كونتري ياك اذا تنسميوها ان كونتري ياك يعني واحد المنطقه معينه او واحد البلد معين تنسميوه ان كونتري وداك الشيء اش قال لك هنا كي سو ديغول ياك دون دي كونتري او دي بي او في بلدان معينه ياك في دوله معينه دون دي بي لوان تا يعني في واحد البلد بعيد جايه من لواه لوان تا بعيده عندي اي ميستيريو تنقولوا تنتكلموا على شي حاجه بان ميستير لا ميستير هي شي حاجه ليس لها تفسير الحمد لله اذا هاد هاد الفصول المتغيره ديال هاد القصه سو ديغول انها تحدث في بلدان في اراضي في بقاع ارضيه او في اقطار او بلدان لوانتان انها بعيده اي ميستيريو ميستيريو يعني انها غامضه غير معروفه لا تفسير لها الحمد لله يعني واحد البلاد يقول لك تيملكها واحد الجن ولا تيملكها معت واحد العفريت ولا تيملكها واحد الغول يعني كيفاش غادي تسول انت تقول لك هو هكا يعني انت غتبقى عندك علامات استفهام فهمتي خاصه انك انت ما عمرك شفت هذا الشيء ياك اي ا دي زيبوك ان ديتيرميني وفي ازمنه وفي فترات زمنيه ياك ايبوك ليبوك هو العهد ياك وفي عصور هادي ليبوك هو العصر ياك اي ا دي زيبوك ان ديتيرميني ان ديتيرميني يعني غير معروف ديتيرميني كلكو شوز انك تحددها يعني ان ديتيرميني هي هذا راه وصف بان هاد لي زيبوك اللي هما العصور هما تنوصفهم بانهم ان ديتيرميني يعني غير معروفين فهمتي ديتيرميني يعني بالوصف ديال نحيد ولا غير هذه ان يعني انه معروف ديتيرميني الا قلنا بلا هادي ان ديال النفي ديال النفي يعني ديال العكس ياك انها تجي تتخلي الكلمه تولي عكس الكلمه الاخرى ياك اذا لا قلنا ديتيرمين هادي زيبوك ديتيرميني يعني في عصور معروفه محدده يعني خاصه بالسنوات ولكن الا قلنا هادي زيبوك ان ديتيرميني يعني غير معروفه اذا اولا في البلدان بعيده وغامضه غير معروفه حتى هي وفي ازمنه غير معروفه يعني باش ما تطرحش انت الاسئله بالمره وتتبع غير القصه كما هي ياك il commence يعني ان هي تبدا يعني تنهضروا على لو كونت بانها مذكر هنا يعني هو يبدا ياك سي غير كومونسي اسو تيرمين وتنتهي تبدا ياك بلغتنا وتنتهي يعني القصه ياك او ينتهي هو بالكلام ديالو بان حكم القصه هنا راه مذكر ياك باغ لي ميم فورميل يعني انها تتبدا وتتنتهي بنفس الكلمات باغ لا ميم فورميل اذا هاد القصص هاد القصه اللي تنتكلموا عليهم ومن غيرها هادو اللي عطاوك هنا راه غير مثال هما راه قصص كثر كما قلت لك ياك اذا هاد القصص غالبا تيبداو وتنتهيو بنفس الصياغ فهمتي هاد فورميل تنقدروا نقصدوا بها الصيغه تنقدروا نقصدوا بها مثلا القاعده تنتكلموا على واحد القاعده معينه نقدروا نقولوا بها انا سيتين فورميل ياك وتنقدروا نقولوا عاوتاني على حساب واحد العمليه حسابيه فهمتي راه من بعد غتعرفها
بحال دابا ديك المتطابقة الهامة غديرها مثلا في الرياضيات درتوها؟ شنو؟ متطابقة هامة. لا. كاينة واحد العبارة رياضية إلا شفتيها بهذاك الشكل أوتوماتيكمون تقدر تكتبها بواحد الطريقة أخرى مع الحفاظ على دوك الرموز اللي كاينين تما، فهمتي؟ مثلا اللي قال لك أ زائد بي، هذه راه غتعرفوها من بعد. بحال دابا أ، بحال دابا أ زائد بي، هذه كلها أوكاري. اش يمكن تكتبها؟ يمكن تكتب على أ أوكاري زائد اثنان أ بي زائد بي أوكاري. إلا شفتي واحد العملية مكتوبة بهذا الشكل بالقوسين على أوكاري برا، أوتوماتيكمون يمكن لك تكتبها بهذا الشكل. إذا أنت تسمى متطابقة هامة، وكاين هاد المتطابقة هامة راه فيها وحدين أخرين، فهمتي؟ من غير هادي كاين عاوتاني إلا كانت عندك ناقص هنا، كاين واحد العبارات أخرى تتسمى سوسون دي فورميل، فهمتي؟ بالفرنسية أيضا كاين دي فورميل، يعني عبارات تتكتبو كما هما. بحال هاد العبارات إل إيطي أون فوا، تتبدا بحال هكا إل إيطي أون فوا، كان واحد المرة، كان في مرات ما، كان يا ما كان، ياك؟ في قديم الزمان. هادشي كلو هاد العبارات تتعبر عليه بالفرنسية. أنا نقول علاش قلت لك كل لغة وطريقتها، بحال دابا حنا في اللغة العربية نقدر نقولو كان في قديم الزمان، هما ما غايقولوش كان في قديم الزمان، فهمتي؟ تي بحال هكا العبارة ديالها هي هادي إل إيطي أون فوا، فهمتي؟ بحال هكا. فين هي؟ إل إيطي أون فوا. يعني القصة بدات بإل إيطي أون فوا، ياك؟ شنو من بعد؟ أو من بعد في وسط القصة أو حتى بداية القصة يقدر تلقى هاد الكلمة الأخرى جادي، هادي جادي هي قديما، فهمتي؟ تقدر تقول إل إيطي أون فوا ولا تقول جادي وتكمل القصة بطبيعة الحال، هما دايرين لك نقاط، فهمتي؟ ولا ومن بعد شنو؟ تقدر في وسط القصة تقول إل سو ماغيير، عطاوك هنا غير مثال، إل سو ماغيير يعني أنهم تزوجوا، كما تلاحظ هنا هاد الفيرب راه في الباسي سامبل. et eurent beaucoup d'enfants يعني وكان لهم عدة أطفال، هذا لو فيرب avoir ياك، مصرفته هو في باسي سامبل ياك. في لو فيرب ماري أو لو فيرب سو ماري، كاين ماري وكاين سو ماري، يعني هو زواجة ماري كلكا أو سو ماري يعني تزوج هو ياك. إذا سو ماري هاد تقول في الباسي سامبل شنو تقول؟ جو مي ماري ياك، ما هادي راه إير هنا ري ياك، جو مو ماري تي ماري تي ماري ماريا تي ماريا ياك تيتو ماريا. كاين اخرى إيل سو ماريا ياك، ام ا ار اي ا ياك، نونو ماري. وكاينه ال تقدر تقولها تينا ال ال سو نفس الشكل ياك، كاينه نونو نو نو مريم ياك. راه عندك واحد الشابون ياك، ما تنساش اس نو مريم فوفو ماري ها ماريات ماريات ياك فو ماريات إل إل سو ماريير سو ماريير ياك. هذا فيرب تخوازيام كوب. ينو سو ماريير عندو أو إير في الأخر، تشوفو واش عندو أو إير، راه الباسي سامبل الصرف ديالو هكا، فهمتي؟ الباسي سامبل، الباسي سامبل كنا تكلمنا عليه قبل، إمتى نديروه الباسي سامبل؟ الباسي سامبل مكيك بحال الماضي القريب. لا مش الماضي القريب، الماضي القريب راه لو باسي غيسون، باسي غيسون، غيسون هي جديد، إذا باسي هو باسي ولكن راه يعني راه ماضي ولكن راه جديد، فهمتي؟ أما هذا يعني الحدث ديالو صغيور،
فهمتي؟ بالزربة تزوجوا، فهمتي؟ من بعد تبقاو مزوجين، فهمتي؟ يعني عندنا جوج الأشخاص جايين، أوب هما تلاقاو، تيكون الزواج هنا، فهمتي؟ من بعد تبقاو ملاقين، إذا هاد اللقطة ديال الزواج تنقدروا نعبروا عليها باسي سامبل، فهمتي ولا لا؟ إذا الباسي سامبل كما حكينا من قبل، تيجي فاش؟ تيجي في الوقيته اللي تيكون عندنا مثلا واحد القصه تنحكيوها بلان بارفي، ياك تيجي الباسي سامبل تيحكي واحد القصه اهم، ياك وتدوز هذه القصه وتكمل لان بارفي، وهذا كنا حكينا من قبل. اذا هذا الباسي سامبل هنا فين تيجي، فهمتي؟ لان بارفي تيحكي واحد القصه معينه وتدخل الباسي سامبل تيدوز وتكمل لامبارفي. ايضا لو باسي سامبل اي بلوز يوتيليزي ا ليكري نوطامون دون لو ريسي، نوطامون دون لو ريسي. اذا لو باسي سامبل ايضا تستعمل في الكتابه، هذا لو باسي سامبل خاصه ملي تنتكلموا على شي روايه، اذا في الروايه تيكون الباسي سامبل تستعمل بكثره، وحنا عندنا دابا هنا روايه، هذا نوع من الروايات، ياك؟ عاوتاني لو فيرب افوار، ياك؟ كاين جي تي اي الي نوزيم فوزيت الزيغ، عندنا الي طين فوا تتبدا القصه بهذه الطريقه، الي طي كما تطلع عندنا لامبارفي، سي الفيرب اتر لامبارفي يعني كان ذات مره، جادي يعني قادما، ال سوماغيي تطلع بين هذا لو فيرب ماغيي، كاين لو فيرب سوماغيي بالاحرى كاين في الباسي سامبل، وعندنا هذا لو فيرب افوار في الباسي سامبل يعني كان لهم، هذا المعنى يعني حيت هذا لو فيرب افوار، افوار انت نعرفوا بان لو فيرب افوار تيجي موراه واحد الاسم يعني راه تولي عنده الملكيه، بوكو بوكو هي كثيرا، إلزيغ بوكو دونفون يعني كان لهم اطفال كثر، ياك؟ او مونترون دو غروند كاليتي، اون مونترون سي الفيرب مونتخي، ياك؟ اون مونترون يعني وبإظهار تخي كيلكو شوز انك تبينه، ياك؟ او تظهره، اذا اون مونترون دو غروند كاليتي يعني لكي نظهر يعني كاليتي يعني جوده كبيره، دو غروند بالاحرى هنا رفع الجمع يعني جودات كثيره، دون لي زيبروف اون مونترون كما تلاحظوا هذا الفعل امام اون وتنتهي ب ان تي يعني هو باظهار، يعني عندما نتكلم في هذه القصه فاننا سنظهر يعني دو غروند كاليتي، لي كاليتي هما لا كاليتي هي الجوده، لي كاليتي يعني هما الجودات، يعني اننا نظهر جودات كبرى، بمعنى اخر اننا نعطي قيمه ونعطي حجم ونعطي يعني جوده لهاد القصة من خلال لي زيبروف، كما نلاحظ هنا لي زيبروف هما الامتحان، تنقولوا هما الامتحانات، يعني لي زيبروف هاد كلمة ايبروف نطلقوها على الاختبار، نطلقوها على المحنة، نطلقوها على الآلام، يعني أننا نعطي حجما لهاد الامتحانات، ثم لي ديفيكولتي، ثم لي ديفيكولتي اللي هما الصعوبات، اذا عندنا لي زيبروف ثم لي ديفيكولتي، يعني هاد لي ديفيكولتي وهاد لي زيبروف تنعطيهم دي غروند كاليتي، يعني اننا تنعطيهم حجم كبير ونعطيهم واحد القيمه واحد اننا نعطيهم يعني جوده كبرى. اذا كما نلاحظ هنا يعني في القصه الخياليه اننا نعطي لتلك الصعوبات ونعطي لذلك الامتحان الذي سيتعرض له الذي سيخوضه البطل، يعني أن نعطيه حجما كبير، بحيث أننا كما نلاحظ هنا مثلا في هذه الصورة أن هذا موسى أنه خرج له يعني غول أو خرج له واحد المونستر، يعني اللي هو وضعه في واحد الامتحان كبير، وعلى موسى أن ينجح في هذا الامتحان، وبالتالي إذا نجح إذا نجح موسى في هذا الامتحان فبطبيعة الحال ستكون قصة مشوقة وقصة لها يعني لها لذة ولها يعني شوق في هذا المعنى. إذا
إذا غالبا هذا النوع من القصص أننا عندما نحكيها فإننا نجعل فيها صعوبات ونجعل فيها امتحانات كبرى على على البطل أن يتحداها وينجح فيها، يعني أنك تبني صعوبات، وكان أمامه جبل كبير أو كان أمامه نهر يعني شاسع أو مثلا وكان قبالته مثلا جيش جرار، فكيف سيقضي؟ أو مثلا كما لاحظنا من قبل فخرج له غولون ياك، له ديلون ياك، وكانت له مخاليب، يعني أنك تجعل صعوبات أمام هذا البطل مثلا ياك. إذن شنو الديفيكولتي؟ لو ايرو يعني لو ايرو يعني البطل، اي فينالمون يعني في النهاية، فهمتي؟ لو ايرو اي فينالمون ريكومبونسي يعني أنه يجازى أو أنه ريكومبونسي يعني أنه يكافئ، ريكومبونسي كيلكا يعني أنك تكافئ هذا الشخص ياك. اي في يعني لو فيرب فيفغ ياك، اي في ويعيش اوغ، اي في اوغ يعني ويعيش سعيدا، جيسكا لا فان دو سيجور يعني ويعيش سعيدا الى حدود، جيسكا هي الى حدود شيء ما، جيسك الاصل ديالها هي جيسك ياك، ما عندنا او مع ا، غادي نحيدو ديك او ديال جيسك ونديرو ابوستروف ياك باش ما يبقاوش عندنا دو فويل متلاقين. اذا جيسكا لا فان الى في حدود او الى نهايه ياك، الى حدود النهايه، جيسكا لا فان دو سيجور يعني الى نهايه ايامي ياك، يعني الى اخر حياتي. لي زيتاب سون سيل دي كونت اون جينيرال، يعني هاد المراحل التي نحكي بها هذه القصه الخياليه الاسطوريه، يعني هي نفسها سون سيل هي لي تلك، فهمتي؟ لي تلك لي الحكايات بصفه عامه اون جينيرال ياك، لي زيتاب يعني المراحل، تطلع هنا بانها جمع سون يعني هم، يعني هذه المراحل، سال يعني هذيك، يعني هم هذيك ديال لي زيتاب سون سال دي كونت اون جينيرال. لي زيتاب يعني المراحل، ويتكلم هنا عن مراحل القصه التي نحن بصددها، يعني القصه الاسطوريه. لي زيتاب سون سال يعني هم لي تلك دي كونت للقصه بصفه عامه، فهمتي؟ سون سال بالدارجه ديالنا المراحل ديال هذه القصه الاسطوريه هم ديول، هما هادوك، هم هادوك ديال القصه بصفه عامه، فهمتي؟ لي زيتاب سون سال دي كونت اون جينيرال، فهمتي؟ يعني لي زيتاب سون سال يعني هم هادوك ديال القصه اون جينيرال يعني بصفه عامه. لي زيتاب سون سال يعني المراحل هم اولئك للقصه بصفه عامه. سي لو شيما ناراتيف، سي لو شيما ناراتيف يعني انه الرسم البياني، يعني سي لو شيما ناراتيف للحكائي ياك، الحكواتي يعني الذي يحكي، كاركتيريزي المتميز او المميز او كاركتيريزي انه متميز باغ، فهمتي؟ يعني انه الرسم البياني الحكواتي المميز بي، يعني هاد لي زيتاب او المراحل التي وصفنا بانها هي نفسها للقصه بصفه عامه، هي بعباره اخرى هي المخطط او هي الرسم البياني. يعني نقصد بلو شيما بصفه عامه اننا عندما نقدم على مشروع اننا نعمل شيما، شيما اننا سنقوم بك هذه ثم المرحله الثانيه ثم المرحله الثالثه، في نفس الشيء بالنسبه للقصه، بنفس الشيء بالنسبه للقصه عندما نريد ان نكتب قصه، فمن الاحسن انك تعمل هذا الرسم البياني، يعني انك تقول يعني في القصه في بدايتها ساتكلم عن كذا ثم ساتبعها بكذا ثم سأترك الكلام عن هذا الشيء إلى المرحلة الثالثة ثم سأنهي قصتي بهذا الأمر ياك. إذن أنت تعمل هذا الرسم البياني
عند حكايات قسمة. إذن فهذه المراحل التي وصفت هنا بأنها هي نفسها مراحل القصة بصفة عامة، هي ممكن التعبير عنها بشكل آخر بهذا الرسم البياني المتميز المتميز بماذا؟ إن سيتياسيون إنيسيال، يعني واحد الحالة بدائية، حالة في البداية إنيسيال، يعني يعني أننا ستبتدئ بها القصة. إنيسيال يعني أنها في البداية ابتدائية، ياك إن سيتياسيون إنيسيال. هاد إنيسيال جاية من واحد الفيرب إنيسيي، إنيسي أنك تبتدئ بأمر ما، مثلا أنك تدرس المبادئ الأولى لعلم معين مثلا، ياك. إذن ممكن نستعملوا هذا الفيرب إنيسي. مهم هنا إن سيتياسيون إنيسيال يعني واحد الحالة ابتدائية تبتدئ بها هذه القصة. سي لا سيتياسيون دي بيرسوناج، يعني هي الحالة ديال الأشخاص أو ديبي دي كونت، يعني في بداية القصة. كاين المرحلة الثانية أن إليمون بيرتورباتور، يعني واحد الشخص أو واحد العنصر بيرتورباتور، يعني أنه مشوش، ياك، أو مزعج. هذا بالنسبة للبيرتورباتور، هذا جاي من واحد لوفير بيرتوربي، ياك، بيرتوربي هي شواشة، فهمتي. إل أونترين، أنه يدخل، إل أونترين إن سيري دو بيريبيتي، أنه يأتي مع إل أونترين، يعني أنه يدخل، ماذا يدخل؟ إن سيري، يعني سلسلة، إن سيري ديال إن سلسلة دو بيريبيتي، يعني يدخل سلسلة من الإنقلابات، فهمتي؟ إذن هذا العنصر المشوش أو المزعج أنه يأتي بسلسلة من الإنقلابات، ياك، يعني ستغير القصة. إذن المرحلة الثالثة لا ريزوليسيون دي بروبليم، لا ريزوليسيون دي بروبليم، هذا جاي من واحد الفيرب ريزودغ، هي حل. حتى تقول لك ريزودغ ليكواسيون سويفونت، أن الأستاذ يطلب منك حل المعادلة التالية، ياك. إذن ريزودغ هي من جاي هذا الاسم، هذا لا ريزوليسيون يعني حل، لا ريزوليسيون دي بروبليم يعني حل المشكل. إذن عندنا هنا، لا ريزوليسيون دي بروبليم يعني حل المشكل، ياك. إذن في الأول تيكون عندنا واحد الحاله ابتدائيه في هذوك لي بيرسوناج الى اخره. الحاله الثانيه واحد ليليمون بيرتيرباتور، يعني تيدخل واحد العنصر وتيشوش وتبرز ديك القصه الى اخره، وتيدخل عليها واحد التحولات الى اخره، تتمشي في واحد اتجاه غير الاتجاه اللي كانت غاده فيه. كاينه المساله الثانيه هي لا ريزوليسيون دي بروبليم، يعني تيجي واحد البطل وتيقوم بواحد حلول، ياك، مستعجله، بحال اللي دار هاد، بحال اللي دار موسيك، انه خد القرار ومشى بحث على هاد الاميره وحارب داك الغول الى اخره. وكاينه لا سيتياسيون فينال، سي لا ديرنيير، سي لا ديرنيير بيريبيتي، يعني هي اخر الانقلابات، سي لا ديرنيير بيريبيتي، حيت تيدخل داك العنصر تيقلب القصه لواحد الاتجاه، وتيجي هذا الشخص الاخر البطل وتعاود يقلب القصه الاتجاه ربما اللي كانت فيه، او فواحد الاتجاه احسن مثلا، ياك. سي لا ديرنيير بيريبيتي يعني هو انقلاب اخير، سي لا ديرنيير بيريبيتي. سيل دي دينومون، دينومون هذا جاي من واحد الفيرب دينوي، دينوي جاي من نه، عرفتي لو نه، عندنا لو فيرب، عندنا لو فيرب نوي، نوي هي عقادة، مثلا نوي ان كرافات، ياك، يعني انه عقد ديك الكرافاطة ديالو، ياك، او مثلا نوي ان فولار اوتور دو ساتيت، يعني عقد واحد الزيف يعني حول راسه مثلا، ياك. ولكن هاد النوي ممكن نزيدو لها دي ان، ياك، بحال هكا تولي دي نوي، يعني انك تتفك ديك العقده، فهمتي، يعني تكون عند ان تكون عندك عقده ثم تفكها، ياك. اذا هاد لو دينومو يعني فك العقد، يعني فك هاد المشكل، ياك، حل هذا المشكل، حل حالة هذا المشكل، ياك، يأتي في إطار لا ريزوليسيون دي بروبليم، يعني حل المشكل، فهمتي، يعني السيل دي دينومون. عندنا
لا سيتياسيون فينال يعني في الاخر ديال القصه شنو الي ماركي بار لو روتور ا ليكيليبر يعني في المرحله الاخيره شنو غيوقع يعني نحكي عن الجو الجديد الذي اعيدت يعني المياه الى مجاريها فيه فهمتي لا يعني ان موسى مثلا اعاد الامير الى القصر وكذا وعادت الامور يعني على احسن حال ياك اذا الامور الى طبيعتها اذا لا سيتياسيون فينال يعني الحاله او الوضعيه النهائيه لا سيتياسيون فينال الي ماركي يعني انها تعرف ماركي انها موصوفه او انها هذه المرحله بانها موصوفه او مطبوعه او ياك ان عليها واحد الاثار وعليها واحد الجو جديد ياك يعني هذه جايه من الفيرب ماركي او ار على فهيك هذا هو الانفينيتيف ديال هذا الفيرب اذا هي موصوفه بار لو روتور يعني بعوده ياك بار لو روتور اليكيليبر بالعوده الى التوازن فهمتي اليكيليبر يعني التوازن يعني هي الطبيعه التوازن هي بان الناس كانوا في واحد التوازن معين يعني كانوا في واحد الطبيعه معينه فهمتي كانوا يعيشون في واحد الحاله معينه قبل ان يتدخل هذا العنصر ياك المشوش ويقلب الاوضاع ياك ويقلب الامور اذا تدخل البطل وعاد الاوضاع الى طبيعتها اذا هذه المرحله هي الي ماركي ان موصوفه بار لو روتور بالعوده اليكيليبر الى الطبيعي الى الكلمه الترجمه الحقيقيه هنا يعني اليكيليبر هي توازن يعني ان العيش عاد الى توازنه يعني عاد الى طبيعته او بلي سوفون او الاكثر او في الغالب او بلي سوفون او الاكثر حدوثا فهمتي او بلي سوفون هي غالبا فهمتي او بلي سوفون او الاكثر غالبا في المعنى فهمتي او بلي سوفون او انه الاكثر ما يحدث فهمتي يعني عندما نقول بان الفعل غالبا ما يقع يعني انه يقع بكثره قلما لا يحدث فهمتي ولكن هنا ليس فقط ان غالبا اكثر من غالبا فهمتي او بلي سوفون ان نوفيل ايكيليبر يعني الى توازن جديد غير التوازن الذي كانت عليه القصه في البدايه فمثلا هذه القصه التي تكلمنا عليها من قبل ان الاميره كانت تعيش في القصر ولكن بعد ذلك اصبحت تعيش مع موسى اذا هذا ستة نوفيل ايكيليبر فهمتي ستة نوفيل ايكيليبر يعني انه توازن جديد يعني طبيعه جديده في العيش فهمتي اذا هكذا تكون القصه الخياليه انها في البدايه كما تكلمنا تكون في المرحله ديال البدائيه تتكلم عن الاشخاص ثم يتدخل عنصر مشوش ان ليمون بيرتورباتور ثم لا ريزوليسيون دي بروبليم يعني حل المشاكل ثم لا سياسيون فينال يعني المرحله الاخيره ياك المرحله الاخيره اللي تكلمنا عليها بان يعني الامور انها تعود الى اوضاعها او الى وضع جديد في الاكثر الغالب فهمتي لو بلي سوفون